تتابعوا حلقات برنامجنا براعم الغد. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة من البرنامج بنناقش مع الأستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية موضوع الثعلبة عند الأطفال. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور منير. أهلا وسهلا. احنا بنتكلم النهاردة عن الثعلبة عند الأطفال تحديدا، لكن أعتقد في البداية نعرف معنى كلمة الثعلبة. الحقيقة الثعلبة ده مرض جلدي بيصيب أساسا فروة الرأس، لكن ممكن يصيب أي منطقة فيها شعر في الجسم، وبنبص نلاقي انه فقدان كامل لمنطقة تشبه العملة المعدنية، ودي اساسا بتكون الثعلبة المحددة. الام تيجي تصرح لابنها او تدخل بنتها بعد الحمام، تبص تلاقي في منطقة فاضية موجودة في الشعر، او الابن بيكون عند الكوافير او الحلاق يبص يلاقي ان في منطقة فاضية في فرو الشعر فجأة بدون مقدمات الحقيقة. واذا كانت اساسا في منطقة محددة تشبه العملة المعدنية في فروة الرأس، دي بنسميها الثعلبة المحددة. إنما ممكن أبص ألاقي كل الشعر اللي موجود في منطقة فروة الرأس بالكامل بيسقط، ودي في الحالة دي بنسميها الثعلبة الكلية، لأن كل الشعر الموجود في فروة الرأس. إنما في نوع ثالث من الشعر اللي هو فقدان شامل لجميع أنواع الشعر، سواء كان موجود في فروة الرأس أو الحواجب أو الرجوش أو تحت الإبط أو أي مكان في الجسم، ودي بنسميها الثعلبة الشاملة. في مراحل معينة لظهور الثعلبة في أي جسم في الإنسان؟ في مراحل عمرية معينة؟ يعني مثلا للكبار، للأطفال، للشباب؟ هي الثعلبة بتظهر في أي فترة زمنية وليس لها سن معين، لكن الثعلبة اللي بتسيب الذقن بالذات فهي بتيجي في الذكور بعد مرحلة البلوغ. لكن في أي يتعلق بأي نوع من أنواع، سواء كانت محددة أو كلية أو شاملة، فممكن تصيب أي مرحلة سنية. لكن الحقيقة بنقول ان الثعلبة الحقيقة الكلية اللي بتصيب كل فروة الرأس بنلاقيها في الذكور وفي الإناث بعد سن 8 سنين 9 سنين لغاية سن 15-16 سنة، وبنلاقي فقدان كامل للشعر. يبقى الولد او البنت صورهم وهو صغير كان شعر كامل وجميل وممتاز وبيتطول وبيتأثر وكل حاجة، وفجأة عند سن 10 سنين 12 سنة سقط كامل كل الشعر الموجود في فروة الرأس فجأة بلا مقدمات، وبيبقى الشعر صلع كامل كلي موجود في هذه المرحلة السنية. دي اللي لقيها الحقيقة قبل مرحلة البلوغ وأثناء مرحلة البلوغ في الذكور وفي الإناث. ده بالنسبة للثعلبة الكلية. لكن إذا كان المقصود من سؤال سيادتك يتعلق بمراحل نمو الشعر، فالشعر بينمو في ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية اللي هي مرحلة بناء الشعر، ومرحلة بناء الشعر معناها أن الشعر بتتكون وبتنمو، هو بمعدل بيكون 2/10 بالنسبة للطفل في الأسبوع، 2/10 ملي، لكن ممكن يوصل لغايه 44/100 ملي في مرحله البلوغ بعد سن 12 سنه بالنسبه للذكور وبالنسبه للاناث. بعد كده مرحله النمو بتيجي مرحله السقوط، بمعنى ان الشعر بالكامل اللي في منطقه معينه بيسقط ويبدا شعر ثاني يتكون دون ان يلاحظه الانسان. المرحله الثالثه اللي هي المرحله الانتقاليه. والمرحله الانتقاليه هي دي اللي فيها المشكله. ليه؟ اذا قلنا ان الجسم كله فيه 5 مليون شعر، وإذا قلنا أن الرأس فيها 1,000,000 شعر، فروة الرأس فقط 100,000 شعر. يعني كل المشكلة اللي احنا بندور عليها عبارة عن 100,000 شعر موجودة في فروة الرأس. 100,000 شعر دي في المرحلة الانتقالية بتمثل من 5-10% من نسبة الشعر أو من مراحل نمو الشعر. فإذا قلنا أن المرحلة الانتقالية حوالي 3 شهور، يعني حوالي 100 يوم، وأن نسبتها من 5-10%، فبنلاقي بحسبة بسيطة ال 100,000 شعراية دول يدوني سقوط يومي من 50-100 شعراية. ال 50-100 شعراية دول في أي شخص هيحصلوا كل يوم. يعني لو واحد ما صرحش شعره لمدة أسبوع هيلاقي 700 شعراية موجودين نازلين. سواء رغب أو ما رغبش. يعني لأن هو هذا هو المعدل اليومي للسقوط. سواء في ناس تتخيل يا دكتور منير إنها لو ما صرحتش شعرها مش هيقع. بالظبط دي النقطة اللي أنا عايز أقولها. إن هو الشعر بيسقط من 50-100 شعراية في اليوم، وده ما بيقلش عن 50 شعراية في اليوم. وإن سواء أنا صرحت شعري أو نمت لقيتهم على المخدة أو سبت نفسي كل أسبوع أو كل شهر استحمى مرة، هلاقي برضه نفس الشعر هينزلوا. بالظبط، ودي نقطة مهمة جدا ونحب نبينها. طب سبب وجود هذا المرض بقى يا دكتور منير، يعني ايه الاسباب اللي بتساعد على وجود الثعلبه في جسم الانسان؟ وسيادتك اثرت نقطه مهمه جدا. الثعلبه هو مرض غريب شويه. اولا غريب ان في عامل وراثي كبير. بنلاقي ان في فرد في العائله بيعاني من ثعلبه، وبعد شويه نلاقي في فرد تاني موجود. ففي عامل وراثي قوي جدا.
الحاجة الثانية التحليل الباثولوجي للمرض لقينا ان في زيادة للأجسام المناعية في المنطقة اللي فيها الثعلبة. الأجسام المناعية بتعتبر ان الشعر في هذه المنطقة جسم غريب فبتاكله تقعه ده سبب ثاني فبترفضه بالظبط. الحاجة الثالثة لقينا ان في بعض الأمراض بالنسبة للثعلبة الحالة النفسية والحالة العصبية بالنسبة للشخص بالغ او طفل صغير بتؤثر تأثير مباشر على تكوين هذه الثعلبة. الحاجة اللي بعد كده هو ودي ممكن الناس كتير او ما تتنبهش ليها ان لينا في علاقة بين التهاب الصديدي في الحلق او في اللوز او في بعض الامراض في العيون قصر او طول النظر بالنسبة للطفل. الطفل بيعاني من النظر مش قادر يشوف فعلا بتقلب بعد كده بص الاقي في عنده ثعلبة بتظهر في الجلد وحاجات زي كده. وفي الحالات دي لو انا عالجت نظر الطفل او علقت له التهاب اللي في الحلق او البؤر الصديدية الموجودة في اللوز تماما بتختفي حالة الثعلبة حتى ولو من غير علاج. فهنا في علاقة مشتركة بتكون بين هذه البؤر الصديدية يعني نعالج السبب الأول نلاقي بالضبط المرض اختفى تماما. بيختفي في خلال قد إيه بقى يا دكتور منير؟ يعني هل هي ليها وقت معين ولا كل إنسان هي حسب طبعته؟ إحنا بنقول كلمة صغيرة إن الثعلبة لو كانت محددة فسرعة اختفائه في النساء أو في البنات أسرع من الأولاد. دي نقطة ودائما بنطمئن الأم على إن المرض ده بيختفي تماما. إنما في حالات الثعلبة الشاملة أو الكلية هي دي المشكلة. هي دي المشكلة لأن الثعلبة الشاملة أو الكلية بيبقى مرض شديد وماسك فروة الشعر بالكامل وبيبقى ليه طرق أخرى للعلاج الحقيقة. يعني ممكن يعالج الحقيقة. أنا عايز أقول أن الحتة دي بالذات والمرض ده بالذات لغاية سنة 93 على مستوى الدنيا ما كانش ليه علاج اللي هو الكلي اللي هو الثعلبة الشاملة الشامل. الحقيقة أنا عملت عمليات في سنة 93 ودي قدمتها في مؤتمر كان في بلجيكا سنة في أغسطس 93. عملت عمليات نقل شعر من شخص لشخص وعملتها سنة 93 كان على 13 حالة. نقل ولا زرع؟ كنا بناخد بصيلات شعر من إنسان وأزرعه في شخص تاني وعملت 13 حالة نجحوا فيهم 6 حالات. ومن ذلك الوقت اللي هو سنة 93 لغاية احنا النهاردة سنة في هذا الوقت من العام الحالات دي ابتدت العمليات دي تعمل وتتوسع وتنتشر ودي عملت نقلة كبيرة في علاج هذه الحالات. ان الحالات دي لغاية سنة 93 كانت ميؤوس منها والحقيقة ثبت ان الجسم ما بيرفضش الجلد في هذه الحالات بنسبة كبيرة جدا وان الجسم بيتعامل مع الجلد بطريقة سهلة عكسه عكس الكلية. يعني الجسم ممكن يرفض الكلية الجسم ممكن يرفض القلب وهكذا. لكن بالنسبة للشعر الحقيقه من الابحاث اللي احنا عملناها والعمليات اللي احنا عملناها لقينا ان معدل رفض الجسم للجلد يكاد يكون منعدم ودي شجعتنا كتير جدا ان احنا نبتدي نعمل ثوره في علاج الثعلبه الكليه والشامله. هل ودي نقله جديده دي تعتبر جديده. هل ده الجديد بقى في عالم الثعلبه يعني بالنسبه للثعلبه الشامله؟ ويعني انا كان ليا شرف ان انا ابتديت هذه الحالات وهي مسجله باسمي الحقيقه. الثعلبه ممكن ترجع تاني بعد علاجها؟ ممكن ترجع تاني في نفس المكان او تنتقل من مكان اخر؟ الكلام مظبوط. بيرجع لايه بقى يعني؟ هل الطبيعي لنفس بتاعها نفس مجموعه الاسباب؟ عوامل وراثيه، عوامل تتعلق بالمناعه، عوامل تتعلق بالبؤر الصديدية الموجوده في الحلق او في الزور، عوامل تتعلق بالنظر او عدم تصليح النظر، عوامل تتعلق بالعوامل النفسيه والعصبيه. هو نفس الاسباب. يعني اقصد مفيش علاج لاول مره؟ يعني علاج المنطقه اللي هي المصابه بالمرض لاول مره ما يرجعهوش تاني؟ انا هعالجه وهتختفي، لكن لو رجعت نفس السبب هترجع تاني. يعني هي بتعود برجوع هي دايره مغلقه. هي دايره مغلقه وهذا الانسان بيعيش طول حياته يعاني. يعني هي المساله ان هذا الانسان بيعاني طول عمره ازاي؟ ان هو كل لما يتعرض لنفس الضغوط النفسيه او نفس الاجسام المناعيه الموجوده في داخل جسمه كل ما بترجع هذه العوامل ترجع من جديد تظهر تاني من جديد. طب هل انا يا دكتور منير دلوقتي لو في ام او اب مصاب بمرض الثعلبه الاطفال عندهم لسه ما ظهرش عندهم المرض، هل انا ممكن امنعه عنهم؟ ابدا ما ينفعش. انا اقول لهم بس خليكم هاديين وهدوا اولادكم ممكن تعدي الامور. المساله لكن نفسيه لكن ما اقدرش في حاجه اسمها وقايه من مرض الثعلبه. ما فيش مساله نفسيه بحته يعني على الاطلاق. وبعدين ما لهاش سبب معين وما لهاش دماغ معينه وما لهاش راس معينه بتحصل في اي مكان في اي وقت ما لهاش قانون. هو الحقيقه مرض الثعلبه تحديدا من الامراض اللي بيكثر حوله الكلام ويمكن برضه في كتير قوي اجتهادات. يعني ساعات بعض الناس تقول التوم في المكان المصاب ان احنا نعمل التوم في المكان المصاب او نجيب مشرط ونجرح المكان برضه المصاب ده نشرطه وحاجات كتير قوي 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 بتتقال. هل الاجتهادات اللي احنا بنقول عليها دي ممكن تضر وتؤخر العلاج؟ هو سيادتك قلت كلام انا مش هعديه طبعا. التوم حاجه والمشرط حاجه تانية.
إذا استخدمت مشرط وشربت فروة الرأس فأنا قتلت الشعر الموجود في هذا المكان ولن يظهر فيه شعر. طول ما المشرط ماشي، طول ما البصيلات بتقتل، لأنه بيحصل علاج بتليف، انتهت منطقة الشعر طول مكان الشعر. يعني ممكن المشرط يكون ماشي قبليه وبعديه يطلع شعر، لكن المكان اللي بشرط فيه لا يمكن هيظهر فيه شعر. دي نقطة. لكن الطريقة الثانية اللي هي بعض الوصفات اللي احنا ممكن نستخدمها بالنسبة للشعر. التوم، انا لو جبت فصين من التوم وعصرتهم وعملت مزيج ودعكت فروة الرأس في المكان اللي فيه الثعلبة وربطت دماغ بالليل وسيبته لتاني يوم وغسلت الشعر بشامبو من الاعشاب الطبيعية وبعدين رحت مشطفه بالخل اللي هو عصير الخل بطريقة معينة او خل التفاح دعكت به الشعر بطريقة معينة، ده ممكن لو قرات الحكايه دي على مدى اسبوع ممكن تفيد في علاج الثعلبه. كل يوم دي طريقه بقى للعلاج على مدى 7 ايام. ممكن حاجه ثانيه، اجيب ربع بصله واعصرها واخد العصير وادعك المكان اللي فيه الثعلبه واربط الدماغ على مدى الليل والصبح اشيل الرباط ده. لازم اربطها يا دكتور منير؟ تماما، واسيبه ثاني يوم الصبح واغسل بالاعشاب الطبيعيه واشطف بخل التفاح، ممكن دي على مدى اسبوع تفيدني. حاجه ثالثه، ممكن لو جبت زيت السمسم ودعكت المكان اللي فيه الثعلبه وربطت الدماغ بالليل لغايه الصبح واشرب برضه بالاعشاب الطبيعيه وبعدين اشطف بالخل خل التفاح، دي ممكن برضه على مدى من 6 ايام ل8 ايام تفيدني في علاج الثعلب. ممكن طريقه اخيره، ممكن نستخدم زيت الزيتون وزيت الحصى البان بنسبتين متساويتين واحطهم في ازازه وادعك المكان المصاب بالثعلبه بالليل واربط الدماغ وتاني يوم الصبح اشيل الرباط الموجود واشطف بشامبو من الاعشاب الطبيعيه وبعدين اشطف بخل التفاح، ممكن دي تفيدني في ازاله الثعلبه على مدى اسبوع لو استخدمتها كل يوم بالليل لمده 7 ايام. طب انا احط كله على بعض واستعمله ولا لا؟ الحقيقه هي بتفرق من شخص لشخص. وده بيرجع لمدى قابليه الجسم لهذه الحاله. في حالات بتستجيب من التوم وفي حالات بتستجيب من البصل وفي حاجات بتستجيب من السمسم وفي حاجات بتستفيد من زيت الزيتون وحصى البان، بتفرق من حاله لحاله. حضرتك لازم برضو لكن نبعد عن التشطيف. التشطيف ده والمشارط والحاجات دي كلها الوصفات البلدي زي ما بنقول دي سيئة، مرفوضة. بنشوف حالات صعبة جدا الحقيقة وبيبقى علاجها بعد كده بطرق تانية. أعزائي المشاهدين بنشكركم وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برعم الغد.